بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة كده من تخزين رمضان، هنخزن منه وهنعمل منه حاجة حلوة. قمر الدين الكذاب، معانا برتقان بلدي ومعانا جزر، ويلا بينا نشوف هنعمله ازاي. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويا رب يتعد علينا بالخير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجة هنجيب معانا البرتقال. بسم الله، نقطعه. طبعا هنغسله كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا تخزينات رمضان يا تخزينات رمضان، روايحه بتهل اول ما يجي رجب، لو التلات الجاي ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا رب. وموسم بقى، يعني يا بطاطك بقى ويا محشاتك وحاجات كده. كل سنة وانتم طيبين يا رب، وأمة محمد طيبة. نقطع كده كمية محترمة. بسم الله بالشكل ده، تمام. وهنجيب العصارة بتاعتنا الصغنطوطة دي، بس محدش يتريق عليها بعد اذنكم. بنطوطة بس عسل. بسم الله، نعصر كده. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي خلطنا الجزر وحطينا عليه شوية مية ونحط عليه شوية سكر. بسم الله الرحمن الرحيم، ونستنى بقى لما يغلي لغاية ما يستوي ونشوف هنكمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، دلوقتي كده بعد ما سلقنا الجزر بشوية سكر وشوية مية، حطينا عليه عصير البرتقال، نضربه كده بقى بالهاند بلندر. بسم الله، او في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، كده معانا الجزر على البرتقال بعد ما سلقنا يعني كوبايه ميه صغيره كده مع السكر لغايه بس ما يطرى الجزر، مش ميه كتير يعني عشان تستفيدي بالميه لان فيها الغاز بتاعه. وحطينا عليه عصير البرتقال، وهنضربه بقى بالهاند بلندر ونعمل ايه، المهلبيه الايه، قمر الدين الكذاب، يبقى طعمه زي قمر الدين بالظبط. ان شاء الله نبقى نعمل منه كتير في رمضان باذن الله. هو كان عصير البرتقال اكتر من كده، بس العيال سهوني بقى وشربوه بقى الف بيصطادوا العصير ويسيبوا الجزر. فاحنا نعمل ايه بقى، نضرب ده على ده مش هنغلب معاهم يعني. بسم الله ما شاء الله. بعد كده بعد ما ضربناه خلاص، هنحط بقى معلقه نشا. انا طبعا حطيت سكر وحطيت عسل نحل، عيالي ما بيردوش ياكلوه، فبحاول احلي بيه اي حاجه، عصير مهلبيه، رز بلبن، تمام. فهنحط معلقه نشا بس عشان ايه يربط معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بس كده. بصوا ابتدى يربط ازاي بسرعه، بيتقل اهو، لان الجزر كمان يعني تحس ان جواه نشويات برضو. بسم الله ما شاء الله. ياخد غلوه بس كده ونقدمه سوا، سهله وبسيطه، مفيش اسهل من كده. وهنعمله ان شاء الله في تخزينات رمضان كعصير، نعصر البرتقال بقى والجزر بقى ونضربه حركات كده، علشان نحاول على قد ما نقدر ما نشتريش حاجات من بره فيها الوان صناعيه. يعني انا السنه اللي فاتت خدت قرار وعملت كده، اي حاجه فيها مواد صناعيه بلاش، لان كانوا بيحذروا منها جامد. فهنعملهم بقى مع بعض ان شاء الله في تجهيزات رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، وكده بعد ما غرفنا قمر الدين الكذاب اللي هي اساسها يعني برتقال وجزر، حلوه جدا، جربوها مش هتندموا. بس ما تخليهاش تتقل منك علشان هي لما تبرد هتتقل،
فتبقى ايه سلسة كده يعني، تبقى عاملة زي الكريمي كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا، جربيها كده ان شاء الله هتعجبك، ويا رب تجربوها وتعجبكم. ومتنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة، كومنتاتكم الحلوة، ويلا باي باي.